خلونا نرحب عبر الهاتف دلوقتي بالدكتور هشام ابراهيم، استاذ التمويل والاستثمار بجامعه القاهره. صباح الخير على حضرتك، اهلا بيك يا دكتور. صباح الخير، تحياتي لحضرتك والساده المشاهدين. اهلا بيك يا فندم. خلينا نتكلم عن الاهتمام المتزايد بهذه الدوره الحاليه لقمه ال20 ومشاركه الرئيس السيسي فيها. هل نقدر نقول انه في اهتمام متزايد، اهتمام دولي خليني اقول، بهذه القمه بشكل خاص؟ صحيح، ولعده اسباب. السبب الاولاني انه بالتاكيد ما زال الوضع الاقتصادي العالمي في حاله تازم بفعل استمرار الازمه المشعله داخل اوكرانيا. مؤكد انه ما زال الكلفه اللي بتدفعها تقريبا كل دول العالم ما زالت مرتفعه. الامر الثاني بالتاكيد هو انه قمه ال20 بتعقد عقب قمه ناجحه للغايه لمجموعه البريكس، والحقيقه ده كمان اصبح بيشكل تحدي كبير بالنسبه لمجموعه 20، ازاي انها تحافظ على قدرتها وتاثيرها على قياده الاقتصاد العالمي، اخذ في الاعتبار ان الحقيقه مجموعه بريكس اصبحت بتشكل الكتله الاقتصاديه الاهم على مستوى الدوله. الامر الثالث ايضا هو الحقيقه انه الدعوه اللي وجهت للاتحاد الافريقي للنظام بالتاكيد ايضا بيشكل اضافه جديده لمجموعه ال20. فالحقيقه في عده امور هي الحقيقه جعلت من القمه اللي هي بتعقد في هذه الاثناء تكون لها اهميه مختلفه عن القمم السابقه. طيب احنا شايفين اهتمام من الدولي طبعا بهذه القمه، وزي ما حضرتك ذكرت الاسباب اللي خلت هناك اهتمام. هناك رغبه دائما، وهذا يبدو دائما في الصوره، برغبه الدول العظمى والدول الكبرى بمساعده القاره الافريقيه، لكن اعتقد انه يظل دائما في اطار الرغبه فقط. يعني هل حضرتك شايف من وجهه نظرك ان هذه الرغبه بالفعل حقيقيه وجد هذه المره؟ لا، هو الحقيقه المساله تغيرت كثير. لانه يمكن سعي التكتلات الاقتصاديه او الدول الاقتصاديه الكبرى للقاره الافريقيه اصبح اكبر من سعي الدول الافريقيه للاقتراب من الاقتصادات الكبرى. لانه وضح بشكل جلي انه القاره الافريقيه الحقيقه بتصفق بالعديد، مش بس الموارد لكن القدرات والامكانيات اللي بتاهلها انها تلعب دور مهم جدا في قياده الاقتصاد العالمي. واحنا يمكن الحقيقه شفنا انه مجموعه البريكس بتسعى للتوسع وبتاخذ اعضاء مؤثرين داخل القاره الافريقيه، بالتاكيد مصر في مقدمتهم. بنشوف انه مجموعه ال20 بتسعى ضم الاتحاد الافريقي علشان يكون عنصر اساسي مؤثر في مجموعه ال20. مؤكد انه القاره الافريقيه لديها قدرات وامكانيات كبيره، يمكن خلال سنوات معدوده هيكون سوق العمل الدولي معتمد بشكل اساسي على القاره الافريقيه. والحقيقه القاره الافريقيه ما زال سوق متسع كبير للغايه. لدينا صحيح في بعض الدول اللي بتئن من قد المديونيه العاليه، ازاي القاره الافريقيه يا فندم تقدر متقدمه اقتصاديا ومستوى الدخل بها مرتفع؟ فاحنا الحقيقه بنتحدث عن سوق مهم، وبحكم الاتفاقيات لتحقيق التجاره اللي موجوده فيما بين التكتلات الاقتصاديه الافريقيه بعضها البعض، سواء كان الكوميستا او سادك او شرق افريقيا، كل الحقيقه هذه التكتلات جعلت انه المنطقه الافريقيه سوق به قدر عالي من حريه التجاره، وبالتالي بتسعى الاقتصادات الكبرى انها الحقيقه تنظم الاستفاده من هذا الامر. يعني الصناعه واللوجستيات والنفاذ للاسواق، خلينا بنتكلم دايما عن الفرص اللي يمكن بتتاح لمصر في مثل هذه القمم الكبيره. كيف يمكن لمصر استثمار هذه المجالات مع دول مجموعه ال20، خاصه ان هم تكتلات اقتصاديه كبرى؟ هو الحقيقه بدايه مصر مش بس بتسعى انطلاقا من رغبتها في ان تستفيد، لكن هي الحقيقه بتسعى وفي اطار التزام كامل دوما مصر هي اعتادت عليه، انه مصر لديها التزام قوي مش بس تجاه اشقائها العرب او حتى تجاه المنطقه الافريقيه، لكن هي اصبحت بتمثل صوت الدول الناميه بشكل عام. لانه الحقيقه اللي يمكن الدول الناميه خلال العامين الماضيين على رأي التحليل اصبح حجم التحديات بالنسبه لها كبير للغايه، لانه بفعل الازمه المشعله داخل اوكرانيا، بفعل الازمه الاقتصاديه العالميه، الحقيقه الكلفة أصبحت كبيرة والتحديات كبيرة للغاية فيما يتعلق به حتى تأمين الغذاء للعديد من المواطنين على مستوى العالم في الدول النامية. وبالتالي الحقيقة صوت العقل الحقيقة أصبحت بتقود مصر في الفترات الأخيرة سعيا لإيجاد حل للأزمة الاقتصادية العالمية. مؤكد أنه مشكلة الديون أزمة الحقيقة بتعرق العديد من الدول النامية، مشكلة نقص الغذاء
ازمه بتعيق العديد من الدول الناميه، ومهم جدا انه يكون في صوت يصل للصادرات الكبرى اللي بتسعى لاعاده تشكيل الاقتصاد العالمي غير مهتمه بوضع واثر الضرر اللي ملقى على العديد من الدول الناميه. طيب دكتور، هل من الممكن ان القاره الافريقيه تعتمد على مواردها وانها زي ما حضرتك ذكرت سوق واعد وتتحدث من منطلق القوه بانها تمتلك الكثير من الامكانيات ولكن ينقصها ايضا التمويل على سبيل المثال، وده هيعود بالنفع عليها وايضا على الدول التي ستشارك في هذه الاستثمارات؟ بالتاكيد الدول الناميه بشكل عام والدول الافريقيه بشكل خاص تحتاج لمزيد من التكامل فيما بينها، مش بس في اطار زياده حجم التجاره البينيه، لكن كمان الاكثر اهميه انه يكون في تكامل فيما بين السياسات الاقتصاديه بعضها البعض، مزيد من اقامه استثمارات مشتركه. احنا الحقيقه الدول الناميه بتحتاج لخطوط للتواصل، سواء كان خطوط تواصل الاتصالات تكنولوجيا معلومات او خطوط للنقل، خطوط بديه محليه وما الى ذلك. ده الحقيقه كله نقطه اساسيه في اطار مزيد من التكامل او التقارب فيما بين الدول الناميه بعضها البعض، وده بالتاكيد ايضا بيحتاج لاستثمارات كبيره للغايه. وعشان كده الحقيقه محتاجين المزيد من التوجه نحو مؤسسات التمويل الدوليه، مش بس البنك الدولي او حتى البنك الاوروبي للاعمار، لكن كمان بنحتاج للبنوك الجديده زي البنك الاسيوي، وجنب جنب بالتاكيد مع بنك التنميه الافريقي والبنك الاسلامي التنميه. بالتاكيد مؤسسات التمويل هذه مش بس مدعوه، لكن الحقيقه يجب ان تلعب، وده التزام عليها انها تلعب دور هام للغايه في سبيل توفير قدر عالي من التمويل المائي اللي تحتاجه الدول الناميه بشكل عام علشان تحقق مزيد من المشروعات اللي تربطها بشكل كبير، وبالتالي تقلل من قدر اعتمادها على الدول الكبرى. اعتقد كمان انه توجه كل هذه الدول الكبرى والدول العظمى ناحيه القاره الافريقيه من منطلق زي ما اتكلمنا ان هي سوق واعد وان هي ايضا فيها الكثير من الموارد، انها كتله تصويتيه كبيره تحتاج اليها الدول العظمى، مش بس على المستوى السياسي لكن على المستوى الاقتصادي بشكل كبير، لان احنا الحقيقه يمكن خلال السنوات الماضيه بدا اهتمام كبير للغايه من الدول الاقتصاديه الكبرى نحو القاره الافريقيه. بنشوف قمم متعاقبه، قمه صينيه افريقيه، قمه هنديه افريقيه، قمه بالتاكيد روسيه افريقيه جنب الى جنب مع القمه الالمانيه الافريقيه. والحقيقه هذه القمم الثنائيه فيما بين اقتصادات كبرى والدول الافريقيه بتظهر الى اي مدى الدول الاقتصاديه الكبرى مهتمه كثيرا بالدول الافريقيه على وجه التحديد، لانه كما اشرنا ان الدول الافريقيه ما زال لديها قدرات كبيره للغايه يمكن ان تساهم بها على الخريطه الاقتصاديه الدوليه. عظيم، كل الشكر ليك الدكتور هشام ابراهيم، استاذ التمويل والاستثمار بجامعه القاهره.